ننتقل إلى نشرة العالم والصباح وجولة صباحية ثانية على أبرز القصص والأخبار التي تفاعل معها جمهور عالم التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بالإضافة طبعا إلى أكثر الأخبار قراءة على موقع سكاي نيوز عربية. ألغت الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث وخطيبها إدواردو زفافهما الملكي بسبب الإغلاق العام في بريطانيا عقب انتشار وباء كورونا. وكانت الأميرة بياتريس قلصت في شهر مارس خطط زفاف وألغت حفل استقبال كان من المقرر عقده في قصر باكنغهام في مايو. وقال متحدث باسم الخطيبين: لا توجد خطط لتغيير الأماكن أو إقامة حفل زفاف أكبر، مؤكدا أن العروسين لا يفكران حتى في الزفاف في هذا الوقت. يلا إلغاء المزيد. أيوة. من يعني الأعراس الإلغاءات مستمرة. صحيح. وبعرف إلى متى؟ إلى أجل غير معلوم. خلينا الآن متفائلين. صحيح. في إطار مبادرة من طهاء أوروبيون يطعم الطاهي الشهير ليونيل ريجوليه المشردين وهو وزملائه مرة كل أسبوع. الطاهي ريجوليه يعمل في مطعم تصل فيه تكلفة الطبق إلى 287 دولار أمريكي، والطاهي يتكفل بتقديم الأطباق لمئة مشرد كل خميس منذ دخول بلجيكا في حالة الإغلاق العام. ونرى حول العالم الكثير من هذه المبادرات اللي هي إطعام المحتاجين والفقراء والناس اللي ما عم بيقدروا يوصلوا إلى هذا النوع من يعني المأونات ربما وحتى الوجبات. حلوة. دور القادرين حان الآن. نشر النجم تامر حسني تغريدة عبر حسابه على تويتر أعلن فيها عن نيته إقامة حفل أونلاين. وقال تامر عبر حسابه على تويتر: إلى كل أحبائي الذين يطالبونني بإقامة حفل أونلاين، أؤكد لكم أنني مشتاق لكم كثيرا. وأكد تامر أنه سيتم تخصيص جزء كبير من عائدات هذا الحفل لمساعدة الأسر الأكثر تضررا من جراء أزمة فيروس كورونا. فكرة حلوة وسديدة. صحيح. والكل ينتقل الآن. صحيح. إلى يعني منصات التواصل ليقوم بحفلات، ليقوم بالرياضة. صحيح. ليقوم بكل شيء، لأنه الإلغاء على أرض الواقع تنتقل إلى الأونلاين، هي الأسهل. أحسن شيء. صحيح. دعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى ممارسة الرياضة مع كبار السن خلال فترة الحجر المنزلي، وبادرت هيفاء وهبي من خلال نشرها على حسابها على انستغرام إلى تشجيع متابعيها على ممارسة التمارين الرياضية بمشاركة المسنين من أفراد عائلتهم. يمكن هذه لفتة جميلة، إنها كل الناس الآن بتعمل رياضة في البيت، لكن يمكن المختلف عند هيفاء أنها لفتت النظر إلى الرياضة مع كبار السن. جميل. أقبل الناس بهلع كبير على التسوق عقب انتشار فيروس كورونا المستجد وسط مخاوف من نقص محتمل في الإمدادات، لكن مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس وزوجته ميليندا فطنا إلى هذا الأمر بشكل مبكر، حيث وضعا مخزونا احتياطيا من الطعام داخل بيتهما قبل سنوات من بدء الوباء الحالي الذي أحدث شللا في الاقتصاد العالمي. وطبعا يذكر أن الملياردير الشهير كان قد تنبأ قبل سنوات بأن هناك وباء سيجتاح العالم. عارف كل شيء منذ سنوات، يقول عارف لك كل شيء. ما خرب الأكل طيب. انتهت الصلاحية. يعني بيل غيتس عنده طرق الخاصة به لحفظ المأكولات. يطول صلاحيتها أكثر يعني.